بعض الناس بيبقى حائر لما يحس إن أحد أصدقاء العمر بيبصله على نعمة أو نجاح في حياته وهو مش مستريح، فيبقى مصدوم في نفسه، هو ليه بيبصلي كده؟ أو أنا حاسس إنه مش فرحان لفرحتي، فيبقى حاسس إنه بيحسده، ويبدأ غصب عنه الشخص ده اللي هو حاسس إنه محسود يبدأ يخبي، يبدأ يدعي المعاناة، يبدأ يكذب في حاجته، لأنه حاسس إن أقرب الأقربين مش مستريحين للنعمة اللي هو فيها. بتحصل، ولازم البني آدم لو حيران في الموضوع ده يظبط شعوره تجاه الناس اللي بتحسده. والشعور ده اللي هقترحه عليك النهاردة هو تقبل النقص البشري. بصوا يا جماعة، مش كل الناس تكوينها النفسي والروحاني قد الحياة. في ناس ما اشتغلتش على روحانيتها ومعتقداتها في الرضا بالقسمة والقضاء والقدر، والرضا عن ان ربنا سبحانه وتعالى اداني هنا كتير واداني هنا قليل، فلما بتحصل مستجدات في الحياه ما بيستحملهاش، ويبدا غصب عنه يغل، ويبدا غصب عنه يبقى بصته مش مستريحه. مش كل الناس مستعد ان يشوف ابنك اشطر من ابنه ولا انجح من ابنه، مش مستعد، بيشعر بالفشل جواه، وهو ممكن يكون في رحله حياته ما وفقش لحد يعلمه ان هو لما يشوف ابن اجمل ولا اشطر ولا انجح يبقى راضي بقسمته ويركز، يقول انا طب انا مقصر في ايه، ويشتغل على نفسه وقلبه كده مستريح. مش كل الناس مستعده تبقى قاعد جنبه في نفس التخته في المدرسه وبعدين تتقابله بالصدفه في الشارع عربيتك اغلى من عربيته 10 اضعاف، مش مستعد للمشهد ده. ما احنا كنا احنا الاثنين بناكل سندوتشات فول مع بعض من 20 سنه في المدرسه. مش كل الناس مستعده انك تبقى قاعد وبتتكلم كلام حلو ومتعلم مع انك بذلت اللي وراك واللي قدامك عشان تتعلم وتعبت جدا، هو ما تعبش او تعب بس انت ربنا فاتح عليك والناس ملمومه حواليك كده. مش كل الناس عنده استعداد يستحمل المشهد ده. طب اعمل ايه يعني؟ يحسدني يعني؟ معلش، انت حصن نفسك انت، بس ما تتصدمش في الناس. احنا اصدقاء عمره وهو مش مستريح. معلش، فاكر لما ربنا قال للنبي ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، أعمل يا رب؟ قال فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. في وقت من الأوقات كده هتحتاج أنت تتغاضى عن المشهد ده، لأن صاحبك اللي بيعمل معاك كده ولا صاحبتك المهزوزة عشان أنت سبقتيها في خطوة في الحياة لازم تنظر له نظر التقبل. يمكن انت في يوم من الايام تتحط في نفس الموقف ده وحد يسبقك في حاجه انت تعبان فيها وهو يسبقك فيها، فلازم الواحد يبقى عنده سكون وهدوء في المساله دي، لان ده الطبيعي. انت عارف قبل ميلاد سيدنا يوسف كان في نبي عنده 11 ولد والدنيا مستقره جدا، ولا 10 اولاد الدنيا مستقره جدا جدا، مش اي حاجه خالص، وتربيه نبي سيدنا يعقوب واولاده، وبعدين حصل مستجد في الحياة قلبت الدنيا لما سيدنا يوسف جه الدنيا وأبوه تم بيه. ويقال في التفسير إن إخواته كان عندهم 20 سنة. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. ما قدروش يستحملوا هذا المستجد إن يشوفوا الأب مهتم شوية بالطفل، ما هو اهتم بيكوا ربكوا وكبرتوا مع بعض ونحن عصبة، فطبيعي جدا. معلش، حصن نفسك، لا تتعالى بالنعمة ولا تفتخر بها على من لا يملكها، وخلي عندك حالة من التقبل وخلاص، ونعيش بالطريقة دي. بل وتدوق حبيبك اللي انت حاسس انه مش مستريح للنعمة، دوقه منها، يمكن لما يدوق منها يدعي لك بالبركة. أتمنى أكون قدمت لحضراتكم لكل حائر في موضوع الحسد ده خلاصة كده عن إيه هو الحسد ونحمي نفسنا منه إزاي، وإزاي ما حسدش نفسي ولا أنا أكون حسود، وإزاي تقبل أنه منتشر. سيدنا النبي قال لا تحاسدوا، ما كان بيكلم المؤمنين، لا تباغضوا لا تحاسدوا، وكأنه بيقول محتمل أنك تلاقي ناس مؤمنين طيبين وعندهم شوية حسد. فالحمد لله على كل شيء، وربنا يسكن بال كل حائر ويهدي كل باحث عن ربنا سبحانه وتعالى. وبما إن الحسد ده مرض من أمراض القلوب، ما تعالوا ندعي إن ربنا سبحانه وتعالى يصلح القلوب. وكان أكتر دعوة سيدنا رسول الله مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك.